أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذي لا يتقن قراءة الفاتحة وقصار السور في صلاته فماذا يجب عليه أن يفعل؟ الذي لا يتقن قراءة الفاتحة يقرأ على حسب حاله، يقرأ على حسب حاله، ما دام أنه يستطيع القراءة يقرأ على حسب حاله ولو كان لا يتقن، لكن يجب عليه أن يتعلم. إذا أمكنه ذلك يجب عليه أن يبادر بالتعلم ولا يبقى على جهله وعدم إتقانه، وإلا إذا لم يقدر على التعلم فإنه يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة، حتى لو لم يعرف شيئا من القرآن يصلي ويستبدل هذا بالذكر والتسبيح والتهليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. نعم، الصلاة لا تترك، صلي على أي حال. نعم.